اليوم المؤسسة على الفاسي تنظم ندوة خاصة حول موضوع مهم جدا ألا وهو الاجتهاد في فكرة على الفاسي. فأنتم تعلمون بأن المغرب يعيش اليوم تطورات مهمة مجتمعية، وهذه التطورات المهمة ينبغي في هذا الإطار أن تكون هنالك مواكبة. فالعديد من القوانين سيتم مراجعتنا، من بينها مدونة الأسرة طبقا لتوجيهة الملكية السامية. وفي هذا الإطار فاعتبرنا أنه من الضروري أن نسلط الضوء على أهمية الاجتهاد وكيفية العمل على القيام بهذا الاجتهاد طبقا للركائز الشرعية، وفي نفس الوقت كذلك طبقا للضرورات واحتياجات المجتمع. وهذا اللقاء سيكون فرصة كذلك لتأكيد على أن الاجتهاد فهو يساعد على أولا مواكبة التطورات العصر، وفي نفس الوقت مواكبة حاجية المجتمع متشبثين بالثوابت الأمة ومتشوبين كذلك بالركائز الأساسية وتعليمات الحنيفة للدين الإسلامي. أستاذة نظيرة فتواش، شعبة الفلسفة ظهر المهرس جامعة سيدي محمد بن عبد الله. حضور ديالنا اليوم للمشاركة في الندوة العلمية يعني في حق الرجل يعني الفضيلة والزعيم أستاذ علا الفاسي، والمداخلة يعني سأخصصها لحضور منزلة المرأة عند في فكر علا الفاسي. شكري أستاذ مقاصد الشريعة بكلية الآداب بالمحمدية. أستاذ المفكر الزعيم علا الفاسي رحمه الله كان مفكرا مقاصديا بامتياز، كان يفكر في المقاصد ويفكر بالمقاصد. فأما تفكيره في المقاصد فقد أنتج لنا كتابه الفد مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، وأما تفكيره بالمقاصد فكل فقد مارسه في إنتاجاته الفكرية من جهة، وكذلك في ممارسته السياسية. فهو كان يفكر بالمقاصد، يفكر في المقاصد مدارسة، ويفكر بالمقاصد ممارسة، وكان يعتد كثيرا بالمقاصد من جهة، وبالاجتهاد وفق مقاصد الشريعة الإسلامية من جهة ثانية، مما أعطانا اجتهادا مقاصديا نجد تناياه في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، وهذا الذي سأحاول أن أبرزه، الاجتهاد المقاصدي في فكر الأستاذ علا الفاسي رحمه الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.